السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس رجب نصر من قناة المهندس رجب نصر للكهرباء. إن شاء الله النهاردة أنا بشكر كل الناس على وصولنا لعدد 40,000 مشترك في القناة، ده بفضل ربنا وبفضل دعمكم لينا. أنا بشكر كل الناس اللي عملت لايك، بشكر كل الناس اللي شاركت الفيديو، بشكر كل الناس اللي دعمتني بتعليق كويس. إن شاء الله النهاردة بمناسبة الموضوع دوت هنعلن عن دورة تدريبية جديدة إن شاء الله. الدورة دي بخصوص التركيبات والتصميمات الكهربية. إن شاء الله النهاردة الدورة دي هتهم كل الفنيين الكهرباء وهتهم المهندسين. الدورة دي بالأمثلة العملية، الحسابات العملية برضو هتكون خاضعة للأكواد اللي يعني الأكواد العملية اللي احنا بنشتغل بيها، سواء أكواد مصري سواء أي أكواد عربية حسب الأمثلة اللي هتشوفوها إن شاء الله. إن شاء الله الدورة دي هتتعرض بإذن الله كل يوم اتنين على القناة، كل يوم اتنين على القناة الساعة 9 بالليل إن شاء الله هيكون في درس بخصوص الدورة دي. طبعا ما تنسوش لو انت مش مشترك في القناة اشترك فيها وفعل زرار الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. ياريت تدعمنا بتعليق ولايك للفيديو. طبعا الدورة دي يعني تقريبا 70% من اللي شغالين في مجال الكهرباء لازم يعرف الدورة دي كويس جدا ويفهمها كويس جدا عشان يوصل لمرحلة كويسة جدا. يعني انت بالممارسة العملية ان شاء الله ومع الدورة دي هتبقى الموضوع يعني هيخليك قوي جدا. طبعا محتويات الدورة هتكون اللي احنا اول حاجة هنفهم يعني ايه مشروع كهربي، ازاي ننجز مشروع كهربي، وعنف ايه اطراف المشروع الكهربي سواء احنا يعني تنفيذ او تخطيط او تصميم. طبعا الجزء دوت برضو هيوريك ايه التداخلات بين الاعمال الميكانيكية والاعمال المعمارية والاعمال المدنية. هتفهم يعني ايه عقد، هتفهم يعني ايه مناقصة، هتفهم يعني ايه ممارسة، هتفهم يعني ايه مهندس شاري، هتفهم يعني ايه كراسة شروط، هتفهم يعني ايه مقاول بطن. بعد كده ان شاء الله هنتعرض المواصفات العامة للمعدات الاساسية اللي بتكون منها اي شبكة كهربية، ودي هتكون اربع مجموعات. المجموعة الاولانية هي مجموعة الباور هاندلنج اكويبمنتس، او مجموعة يعني بتشمل الاجهزة بتاعة لوحات الجهد المتوسط، يعني زي محول. وبعد كده هنتعرض يعني هنعرف يعني مولد الطوارئ ازاي، ولوحات التوزيع اللي هي ديستريبيوشن بورد بانواع مختلفه، وطبعا هنفهم يعني يو بي اس، وهنفهم الاي تي اس اللي احنا شفناه في بعض الدروس اللي عندنا في القناه. المجموعه الثانيه هنضم معانا مجموعه الوايرنج اند ريسوي، يعني مجموعه الكابلات من اخر، والموصلات بانواع مختلفه. هنفهم يعني ايه كابل وموصلات بانواع مختلفه، هنفهم يعني ايه باس تاكت، هنفهم يعني ايه ريسوي، هنفهم يعني ايه كيبل تري. هنفهم في المجموعه الثالثه بعد كده منظومه الحمايه لشبكه التدمجات الكهربيه زي اجهزه السيركت بريكر والفيوز، اجهزه الحمايه بشكل عام. بعد كده المجموعه الرابعه هنعرف يعني ايه مجموعه الاحمال ومعدات التحكم الكنترول بانل، يعني وزي لمبات الاناره والمحركات واجهزه التكييف والكونتاكتور، يعني في كونتاكتور برضه موجوده في القناه. وهنفهم يعني طبعا بعض التركيبات اللي موجوده في البيوت زي المفاتيح الوان واي والتو واي والديفياتوري والحاجات دي كلها. طبعا بالاضافه لشغل التيار الخفيف والتليفونات والحريق والشبكات الحريق والاير المركزي او بيسموها التيار الخفيف. بعد كده في الفصل الثالث عندنا شرح تفصيلي لحاجه اسمها لود استيميشن او تقدير الاحمال اللي ناس كثيره بتطلبها في الفيديوهات عندي في التعليقات، ازاي نعرف نعمل تقدير للاحمال، اللود استيميشن او حسابات الاحمال. طبعا حسابات الاحمال دي طبعا ممكن زي الاناره زي حسابات التكييف، ازاي نعرف نقدر الاحمال زي المصاعد، ازاي نعرف نخفض الاحمال اللي احنا زي المتعقد عليها ونخفض الاحمال، ازاي نعرف نحسن معامل القدره. طبعا بعد كده يعني ده هيكون تمهيد لمبادئ تصميم الدوائر الفرعيه الصغيره، تمام، بمختلف انواع الاحمال. بعد كده في الفصل الرابع ان شاء الله هنقدم الجزء الاول منه شرح تفصيلي لتصميم كافه انواع الدوائر الفرعيه باستخدام عدد اشكال مختلفه من المواصفات القياسيه زي الكود الامريكي الان اي سي. وبعد كده ومعاها برضو هنقدم امثله تطبيقيه باستخدام مواصفات تانية زي مواصفات مصريه كويتي سعودي، مواصفات مختلفه عشان يعني يبقى في تنوع في المحتوى. الجزء دوت لازم يبقى برضو مضاف عليه حاجه مهمه جدا، ازاي نعرف نراجع التحمل الحراري للكابلات. يعني احنا هنتعرض ازاي، هنعرف من الاخر، هتعرف انت في الدوره دي ازاي تعرف تختار كابل كويس جدا، يعني ما بقاش في مشكله. هو اختيار الكابل يا جماعه مش كل كابل بيتحمل الملي بيتحمل كام امبير، ده غلط. في طريقه هنستخدم طرق عمليه جدا وصحيحه جدا ان انت تعرف تختار كابل، وتعرف يعني ايه تحسب حسابات الهبوط في الجهد او حاجه اسمها الفولتج دروب، وازاي تحسب الشورت سيركت الموجود حسب المواصفات. ده بيديك القرايات او بيديك النتائج بتاعتنا مظبوطه جدا. في الجزء اللي بعد كده هتعرف يعني انت هتكون وصلت لمرحله ان انت ازاي بتعرف تصمم دوائر فرعيه. بعد كده اغلب المشاريع هتشوفها هتلاقيها كلها اساسا معظمها دوائر فرعيه. هتشوف الجزء ده بالتفصيل وهتعرف ازاي تصمم الدوائر الفرعيه بتاعتنا طبعا بامثله عمليه، وازاي
طبعا هتبدا بتصميم عماره يعني معانا في الدوره ان شاء الله هتعرف تصمم عماره اسكان متوسط، وبعد كده هتطلع تدريج ان شاء الله لحد ما توصل لبرج الكبير محترم يعني، وهتعرف تاخد من اول يعني الاحمال اللي هي الصغيره او اللو فولتج لحد ما توصل للميديوم فولتج يعني في الشبكه. بعد كده في الدوره بتاعتنا اضفنا برضو ليها جزء موجود الناس برضو كتير بتطلبه مهم جدا جدا برضو، اللي هو جزء التصميم شبكات الارضي للمباني السكنيه. الجزء دوت يعني هنتعرض للنقط المهمه بموضوع التقريض، عشان تاثير التقريض على جسم الانسان وتاثيره على وتاثيره برضو على المعده، وانواع الشبكات التقريض بتاعتنا عامله ازاي. تسمع عن حاجه اسمها تي ان تي 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 اي تي تي ان سي تي ان اس، طبعا هتفهم يعني ايه يعني ايه الشبكات التقريض واختلافها من شبكه لتانيه، وايه مميزات كل واحده وايه عيوب كل واحده. بعد كده يا جماعه في الجزء اللي بعد منه ان شاء الله هنتعرض ازاي نعرف نحسب ونصمم الاناره، وطبعا نعرف يعني هندرس ازاي المتطلبات اللازمه لدراسه علم الاضاءه كلها والكميات والمصطلحات اللي احنا بنسمع عنها وبنشوفها ازاي، وطرق الاناره مختلفه طبعا، والكلام ده بشكل عملي. وطبعا بعد كده هنعرف ضوء الشوارع والمتطلبات العمليه اللي هي ان شاء الله. الفصل الاخير ان شاء الله هيعرض بعض التفاصيل لعمليه الاختبار، اختبار واستلام الاعمال الكهربائيه، عشان طبعا تكون فاهم ازاي من اول عقد لحد موضوع التركيبات من جوه اللي هو الحاجات الفنيه، بعد كده اخر حاجه الاستلام ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان الدوره دي تكون يعني هتكون هتفيد الجميع ان شاء الله، واتمنى ان انت تتابعوها يا جماعه يعني باستمراريه ان شاء الله. هتلاقيها ان شاء الله نازله كل يوم اثنين الساعه 9 ان شاء الله في درس جديد من كل اسبوع. ما تنسوش لو انتم مش مشتركين اشتركوا في القناه وفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لك اي فيديو جديد. تدعمونا طبعا بلايك ان شاء الله لو الفيديو عجبكم يعني، وباذن الله انا واثق ان هو هيعجب كل الناس، وشير الفيديو عشان كل الاخوه المشاهدين يستفادوا بيه. كان معاكم مهندس رجب ناصر من قناة المهندس رجب ناصر، واشكركم يا جماعة على دعمكم ليا.